كمل على 475 تدخل عبر وسائل الإعلام، 1120 منتديات وملتقيات ولقاءات تحسيسية، 30 أيام إعلامية ودراسية، 42 قافلة متنقل، 936 محاضرة ودروس، 579 زيارة جوارية، 87 يوم مفتوح على الجمهور، 179 توجيه ومرافقة المدمنين. في المجال الردعي، بالموازاة مع الدور الوقائي، تم تعزيز قدرات ومؤهلات فرق مكافحة المخدرات بتوفير العتاد البشري المؤهل لهذا الغرض، مجهزة بوسائل حديثة خاصة في مجال إجراء الخبرة التقنية والعلمية لما لها من دور إيجابي في تقديم الدعم التقني للفرق العملياتي. وفضلاً عن مصالح الشرطة المتواجدة على المستوى الوطني المكلفة بحماية المواطنين وتأمين ممتلكاتهم من خلال مكافحة جميع أشكال الإجرام، توجد 48 فرقة متخصصة في مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات موزعة عبر أمن ولاية الوطن، في انتظار تنصيب فرق الولايات العشرة الجديدة المستحدثة مؤخراً، وثلاثة مصالح جهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات على مستوى ولاية المسان، عنابة وبشار، في انتظار الانطلاق الفعلي لمصلحة جهوية رابعة بولاية ورقلة. كما تتوفر أيضا مصلحة مركزية لمكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات، والتي تلعب دورا تنسيقيا وتوجيهيا بين مختلف مصالح الشرطة القضائية المنوطة بمحاربة المخدرات عبر التراب الوطني. كما تقوم بدراسات تحليلية وإحصائية للوضعية السائدة لهذا النوع من الإجرام، مع الاهتمام والإشراف على الجانب التكويني المستمر لقوات الشرطة العاملة بالميدان لجعلها أكثر احترافية وفعالية في أداء مهامها. إضافة إلى دور المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم التكنولوجية والإلكترونية التي تسهر على التصدي للعمليات. في هذا الشأن، تمكنت مصالح الشرطة خلال سنة 2020 من معالجة 44924 قضية تورط فيها 54403 شخص، وتم حجز كميات معتبرة من المخدرات تتمثل في أكثر من 10 أطنان من القنب الهندي، 2 كيلوغرام من الهيروين، 2 كيلوغرام أو 3 كيلوغرام من الكوكايين، 8.8 مليون قرص مؤثر عقلي. في الأخير، أشكركم السيد عضو المجلس الأمة المحترم على الاهتمام الذي تولينه لهذا الملف، وشكرا. شكرا للسيد الوزير.